السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي طالبات الصف العاشر. نلتقي اليوم ودرس جديد بعنوان تقنية الواي فاي وتقنية الواي ماكس. يتوقع منك عزيزتي الطالبة بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكوني قادرة على توضحي المقصود بتقنية الواي فاي، تعددي خصائص تقنية الواي فاي، نقارن بين أصناف الواي فاي، وأخيرا نعدد خصائص الواي ماكس. في الدرس السابق تعرفنا على وسائط الاتصالات اللاسلكية وأنواعها والشبكات، وتحدثنا أن هناك ثلاث أنواع من شبكات اللاسلكية: الدبليو بان، ومن الأمثل عليها البلوتوث، وهذا ما تم دراسته في الحصة السابقة. الدبليو لان، ومن الأمثلة عليها الواي فاي الذي هو سيكون موضوع درسنا اليوم. فنتعرف في البداية على مفهوم الواي فاي. ما هو الواي فاي؟ جميعنا نستخدم هذه التقنية في منازلنا، وهي تسمح كما ذكرنا بتوصيل المعلومات تقريبا حتى 50 متر. فما المقصود به؟ الواي فاي هي تقنية لاسلكية لأنها هي من أنواع الاتصالات اللاسلكية، تربط عدد من الأجهزة بطريقة لاسلكية. نوع الأمواج المستخدمة نفس الأمواج المستخدمة في البلوتوث، وهي أمواج الراديو. تمام، إذا لو بدنا نعرف تقنية الواي فاي نستطيع أن نحكي تقنية لاسلكية لربط عدد من الأجهزة بطريقة لاسلكية باستخدام أمواج الراديو. تمام. المعيار، إيش المقصود المعيار؟ وهو المعيار العالمي الذي تم نشره في جميع العالم. يعمل الواي فاي حسب معيار عالمي يسمى IEEE 802.11، وهذا المفروض أنه يكون حفظ، لأنه عندنا الواي ماكس يعمل على معيار آخر. المدى، إلى أي مدى ممكن تقنية الواي فاي تقوم بتوصيل المعلومات؟ إحنا في الدبليو لان كما ذكرنا في الحصة السابقة توسعنا أكثر عن الدبليو بان، فالدبليو لان تستطيع أن تقوم بتوصيل المعلومات حتى 50 متر. هيكلية العمل تقنية الواي فاي هي نقطة، واللي بتكون عندنا تقريبا الراوتر أو الأكسس بوينت الذي يقوم بتوزيع الأشعة على مجموعة من النقاط المحيطة فيه. طبعا كلما ابتعدنا عن الجهاز المرجعي، يسمى الجهاز المرجعي أو الراوتر، تقل الإشارة أو تضعف، وهذا ما نلاحظه في المنازل. احنا كلما ابتعدنا عن الراوتر بتقل الإشارة، بيضعف النت، وهذه هي هيكلية العمل. نقطة توجد في المنتصف تقريبا تسمى نقطة، أو هي الجهاز المرجعي التي تقوم بالتوزيع إلى عدد من الأجهزة، سواء كان عندنا لابتوب أو آيباد أو جوالات وغيره. مميزاتها سهولة التركيب، أنها سهلة التركيب وتسمح بحرية الحركة. كما تحدثنا في البلوتوث لابد أن يكون هناك درجة من الحماية، كذلك الواي فاي لابد أن يوفر لي درجات من الحماية. درجات الأمان والحماية المتوفرة في تقنية الواي فاي: كلمة السر اللي بندخلها عشان أنا أرتبط بالشبكة، عشان أرتبط بالراوتر لابد من إدخال كلمة سر. تعريف الجهاز لدى الجهاز المرجعي: لابد أن يكون جهازي أنا الموبايل معرف لدى الراوتر. توجد 14 قناة مختلفة يمكن أن تعمل عليها الشبكة، وهذه طبعا لتوزيع الترددات. السبب ليش تعمل الواي فاي على 14 قناة مختلفة؟ حتى لا تتداخل الأمواج مع الشبكات المجاورة. أين تستخدم؟ طبعا تستخدم في الشبكات المنزلية والأماكن العامة والشركات والمطاعم، كلنا بنتعامل مع هذه التقنية. إذن هذا ملخص لتقنية الواي فاي، ياريت ينكتب على الكراسات لأنه بلخص لنا كل درس تقنية الواي فاي. إذن هذه إحدى الأمثلة على شبكات الدبليو لان. ننتقل إلى شبكة الدبليو وان، وهي الشبكة الواسعة. إحنا بدناش نطاق 50 متر، بدي أوسع، فعشان هيك إحنا رح ننتقل لمثال آخر،
وهو طبعا قبل في البداية نتعرف على تصنيف تقنية الواي فاي، تصنيفات صنفوا لي إياها لأكثر من صنف، الصنف بي، وطبعا صنفوا لي إياها حسب السرعة والتردد. الصنف بي السرعة تصل إلى 11 ميجا بت لكل ثانية، والتردد هو 2.4 جيجا هرتز. نلاحظ أن السرعة وحدتها ميجا بت، التردد وحدته جيجا هرتز، ما تلخبطش بينهم. الصنف الآخر وهو أكثر سرعة يصل سرعته إلى 54 ميجا بت لكل ثانية، ونفس التردد 2.4 جيجا هرتز. الصنف أن يصل إلى 600 ميجا بت لكل ثانية، وتردده إما يعمل على تردد 2.4 جيجا هرتز أو يعمل على 5 جيجا هرتز. طبعا لاحظوا انه احنا بنزيد في السرعات، وهذا اللي بتوفر لنا هي الواي فاي. انا ممكن امد سرعات مختلفة حسب حاجتي للسرعة. الصنف AC يصل الى 1.3 جيجا هيرتز، طبعا اكبر من ميجا هيرتز، والتردد هو 5 جيجا بايت اسف السرعة، اما 5 جيجا هيرتز لا التردد. الصنف الاخير وهو AD 7 جيجا بت لكل ثانية، ويعمل إما على تردد 2.4 جيجا هرتز أو 5 أو 60 جيجا هرتز. لاحظين إحنا 2.4 التردد منتشر لأنه هو التردد المجاني اللي بتوفر لنا إياه شركات الاتصالات. إذن هذه هي تصنيفات الواي فاي، ضروري أعرف اسم الصنف والسرعة والتردد الذي يعمل عليه. ننتقل إلى نوع آخر وهو زي ما حكينا W1. من الأمثلة عليها تقنية الواي ماكس والخلايا الخليوية لـ3G والـ4G، وأيضا تقنية الأقمار الصناعية. وإذن زي ما ملاحظين إنه هذه التقنيات بتقوم بنقل المعلومات لمناطق واسعة. خلينا نتعرف على مفهوم خدمة الربط البيني بشبكة الإنترنت وهي الواي ماكس. لو بدنا نعرفها، هي تقنية اتصال بشبكة الانترنت ايضا بطريقة لاسلكية، ولكن تستخدم امواج الميكروويف وليس امواج الراديو كما ذكر سابقا. تصل محيطها في الوضع الطبيعي في الظروف الطبيعية في الاجواء الجوية المعتدلة، تقريبا تصل الى محيط 15 كيلومتر في الظروف الطبيعية. هذه طبعا مساحات واسعة. كما ذكرنا تستخدم امواج الراديو. المعيار اللي بتعمل عليه المعيار العالمي IEEE 806.12. المدى طبعا حكينا 15 كيلومتر، وتعمل على سرعة 3 ميجا بت لكل ثانية. ايضا هيكلية عمل الشبكة انها تقوم بتوصيل مجموعة نقاط، مجموعة راوترات مع بعضها البعض، وهذا اللي بيجعلها بتوصل المعلومات لمسافات كبيرة. إذا من هنا أنا ممكن أعمل مقارنة ما بين الواي فاي والواي ماكس من حيث المفهوم، من حيث نوع الأمواج المستخدمة، من حيث المعيار العالمي، من حيث المدى، ومن حيث هيكلية الشبكة. تقريبا إلى هنا ينتهي درسنا. إليك سؤال التقويم الختامي طالباتي، أتمنى أن يكون ينكتب في الكورسات، تبعتي لي عنه نسخة على أو صورة على الصف الافتراضي. إلى هنا ينتهي درسنا، دمتم بخير وشكرا لكم، وإلى لقاء متجدد. كانت معكم الأستاذة نجاح القرعة، أتمنى السلام.